يسعدكم مبارك أينما كنتم متابعين في هذا العدد الجديد من الإخبارية تريندينغ. قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تهانيه للشعب الجزائري وكافة الجاليات الوطنية بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. وجاء في كلمة السيد الرئيس: وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بخالص التهاني وصادق التبريكات، داعي الله تعالى أن يديم عليكم وافر الصحة والهناء وأن يعيدها على بلدنا العزيز وشعبنا الأبي وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وتوجه السيد الرئيس بتهانيه للجيش الوطني الشعبي في تغريدة له عبر موقع تويتر، وجاء في نصها: عيد مبارك سعيد لكل أفراد جيشنا الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط صف وجنود، وبالأخص أولئك الأشاوس المرابطين على الحدود. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة، وكل عام وأنتم بخير. كذلك توجه السيد الرئيس من جهته بتهانيه لسلك الدرك الوطني، حيث جاء في تغريدته عبر موقع تويتر: تهنئة الخالصة بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك. أتمنى لكم جميعا دوام العافية والعزيمة، وكل عام وأنتم بخير. هذا وأثنى السيد الرئيس من جهته كذلك عبر تغريدة له عبر موقع تويتر بتهانيه للجيش الأبيض، حيث علق: حمدا لله أن انتصرنا على الوباء باقتدار بفضل الجيش الأبيض وتضحياته الجسام، فعيد سعيد مبارك لكل أسرة الصحة، وكل عام وأنتم بخير. هذا وتقدم جملة من الوزراء وعلى رأسهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتهانيهم للشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث غرد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن: أتممنا شهر الرحمة والغفران في جو من التضامن والتكافل، ويحل علينا عيد الفطر المبارك جامعا شمل أسرنا في كنف المحبة والود وصفاء القلوب، فعيد مبارك لكل الجزائريين في الداخل والخارج، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة علق كذلك في منشور له عبر حساب تويتر كاتبا: عيد فطر مبارك سعيد لكل الجزائريين داخل الوطن وخارجه، ولجميع المسلمين كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. الجالية الوطنية بالخارج كذلك كان لها نصيب من التهاني، فنشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة للجالية الجزائرية بالخارج وهي تقدم التهاني للشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك. وهذه تحياتي لكل أبناء الوطن. وإحنا هنا في الغرمة متوحشين بزاف مع الأجواء هذو تاع العيد. أنا في مسجد باريس الكبير، الحمد لله تلمينا كاع وشرنا في المسلمة في فرنسا وفي العالم جميعا، ونسأل الله أن يكون قد تقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وأمل لكل المسلمين. ولي يوم صحة العيد الأول، إن شاء الله كل أسبوع غادي يسافر بخير. عيدكم مبارك إن شاء الله. عيد مبارك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة، وجميع الناس هذيك اللي يصلوا هنا لكم. رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطبع كان لهم نصيب من التهاني كذلك، حيث نشر العديد من المتابعين لهذه الصفحات تعليقاتهم مهنئين فيها الشعب الجزائري، حيث كتب عز الدين جابر: عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم، أمين يا رب العالمين. بينما كتب زين العابدين غربي: هلت الأعياد وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم وتقبل الله طاعتكم. هذا وكتبت فاطمة الزهراء الشايب: تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم.
صحا عيدكم مسين ونهار يوم مبروك عيدكم أجواء التغافر هذه سبقتها بثمن رأس، وعلى غرار ولايات الوطن تجمع الآلاف من المصلين بإحدى الساحات العمومية لأداء صلاة العيد. صور وفيديوهات عديدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلقين عليها صلاة العيد في مدينة ثمن رأس أقصى جنوب الجزائر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهتهم كذلك نشروا فيديوهات عديدة لاجتماع المصلين بثمن رأس. نتابع. رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم نصيب من التعليقات وأعجبوا بهذه الصور والفيديوهات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصورة لأجواء العيد بثمن رأس، حيث كتب داود بن حمادي: ما شاء الله، منظر عظيم يثبت أصالة الشعب الجزائري وتمسكه بدينه الحنيف. بينما علق خليل في الروم: ما شاء الله، تبارك الرحمن، زاد الله شوكة الإسلام قوة وبروزا ونصرا يا رب. أجواء المغافرة هذه لم تكن مقتصرة على ثمن رأس فحسب، ولكن تكررت بولاية غردايا، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا عديدة وفيديوهات لتوجه آلاف المصلين إلى إحدى الساحات العمومية كذلك بولاية غردايا لأداء صلاة العيد في جو غفير. نتابع الفيديو الآتي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أجواء تقشعر لها الأبدان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الصفحات علقوا على هذا الفيديو، حيث كتب وليد بوس: الله يبارك، ما شاء الله، والله منظر يشرح الصدر، لباس واحد موحد. بينما كتب محمد نادي معلقا: ما شاء الله، ما هذا الجمال، اللهم بارك. دائما مع أجواء العيد وننتقل إلى فلسطين، والتي ميزها توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، منهم عائلات كاملة ضمت رجالا ونسوة، وذلك لأداء صلاة العيد، حيث دخل المصلون إلى المسجد وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد في جو مهيب سادته أجواء الفرح والمرح. رواد مواقع التواصل الاجتماعي صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك نشرت هذه الصور وهذه الفيديوهات التي شاهدناها الآن، حيث كتبت هذه الصفحة: Round 2000 K worshippers pray عيد صلاة in القدس in القدس، أي أن أكثر أو حوالي 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى. هذه الصور انتشرت كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصور هذا الحجم الغفير من المصلين الذين توجهوا إلى باحة المسجد الأقصى. وفي الختام متابعينا نترككم مع فيديو يصور المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأقصى. ولم يبقى لنا في الختام إلا أن نقول لكم صحة عيدكم، إن عاد علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. سلام.